وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه لها سبب نزول، وسبب نزولها هو بيان لواقع أهل الجاهلية، وسبب نزولها جاء مبينا فيه أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، والسيادة إنما هي في الأصل للرجال وليست النساء. ثم إن ذكر الرجال لا يدل على جواز الاستعاذة بالجنية السيدة، لأن هذا بيان للواقع، وإذا جاء النص لبيان الواقع فلا مفهوم له.